اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة في مثل يقول لك خليها سمك النهاردة. بس لما نقول خليها سمك النهاردة لازم نخرج عن المألوف. المشوي ردة، السنجاري، الزيت وليمون، الصواني، الحاجات اللي احنا شطار فيها قوي. عايزين جديد يا مغازي، حلو قوي. معانا رنجة وأنا عاشق للرنجة بما إنها طعمها حلو. وبسم الله ما شاء الله عندنا احنا في مصر بتتعمل كويس وبنصدرها وجميله واحنا المصريين شطار في تصنيعها. الرنجه النهارده هقدمها بطريقه جديده، هعملها مشويه بالخضار ونشوف نعملها ازاي في الفرن بطريقه جديده خالص. يتقدم معاها خبزه مشويه او خبزه محمره اللي هو الخبز الصاج، ومعانا سمك فيليه قشر بياض هنعمله النهارده مشوي بالزبده والليمون، ونشوف نقدم الكريمه اللباني معاه ازاي. والاطفال الحلوين دايما يحبوا اطباق المكرونه مع السي فود. انا هعمل مكرونه النهارده شكلها حلزوني كده، يعني تعجب الاولاد الصغيرين. هعملها النهارده بالطماطم والزيتون، هتعجب حضراتكم برضو وطعمها لطيف وجميل. المشروب النهارده بقى بصراحه انا مش لاقي له اسم، فمن خلال شاشه القناه الاولى انا عامل مشروب ما بين البطيخ والصودا كده، قعدت افنن فيه وانا قاعد كده بتغدى. فالنهارده هنعمله مع بعض وعايز مع حضراتكم ألفوا له اسم، ايه المشروب ده من اختراعي يعني، بطيخ وصودا. مش هعمله ازاي الكلام ده نشوفه في تفاصيل الحلقه. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل النهارده، والنهارده خليها سمك، والسمك لما يكون معانا يوم الاربعاء عشان بنحب حضراتكم بنعيد الحلقه دي يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره بتفاصيلها. تابعوا الشيف المغازي بعد دقائق معدوده وبعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. النهارده انا اقدم شويه خضار مشويين. لو انا معايا فلفل وطماطم بالشكل ده وعايز اشويها بطريقه سهله خالص، هنعمل خلطه كده ونحطها على الخضار ده وندخلها الفرن. انا دايما بحب الخضار المشوي اللي مع السمك بالذات لو كان السمك مشوي. وانا هعمل النهارده سمك فيليه قشر بياض مشوي بالزبده والليمون، مقاديره على الشاشه. حلو، بصلايه ناعمه بالشكل ده كده، شويه خضره عليها، فص ثوم ناعم وانا واقف كده، زيت، ونحط عليهم شويه ملح صغيرين وندخلها الفرن. تطلع الطماطم مشويه والفلفل المشوي، تاكلي صوابعك وراها. ده الطبيعي، ده الملح والفلفل. طيب لازم يا شيف يعني نعمل الخضره دي مع السمك؟ اختياري برضو، في حاجات انا بعملها اختياري. يا نعم، مقادير السمك الفيليه المشوي على الشاشه. سمك فيليه قشر بياض جايبينه متقطع وجايبينه سليم، معانا زيت زيتون، كريمه لباني، معلقتين من الدقيق، بهاراتنا ملح وفلفل وزعتر، ومستارده ده اساسي. هناخد الخضره دي كده، شوف انا بعمل ايه، بشوي خضار من الطماطم والفلفل بالشكل ده كده. حلو قوي. اسيبهم دول يتشوفوا الفرن، هقدمهم طبعا مع السمك بتاعي المشوي. يلا الخضار هنا. طيب نشوف الفرن فيه ايه. اللهم صل على النبي، معايا شويه خضار عجبوني امبارح، اللي هو الفلفل الصغير مع الليمون مع الطماطم الصغيره الجميله الحلوه، فعايز النهارده اجيبها اقدمها لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله. حلو الكلام، ولكن مهم جدا امتى نقدم الخضار المشوي مع السمك بالشكل ده كده. نبص عليه كده، ده فلفل، طماطم لقيتها صغيره. ايه المشكله لما تجيبيها تشويها؟ يا اما تشويها زي ما انا شويها دلوقتي، يا اما تشويها على سيخ، تحطها في اسياخ خشبيه زي الكباب كده وتشويها. هنخليها معانا كده زي الفل. طيب ازاي اعمل سمك فيليه قشر بياض مشوي؟ عندنا طاسه على النار درجه حرارتها عاليه جدا، بتسخن معايا من بدري. بجيب بولة صغيرة وبعمل خلطة كده لطيفة حلوة، هتبل فيها السمك، بعد كده هاخده من الخلطة دي أحطه على الطاسة أو أحطه في قلب الطاسة اللي فيها شوية زيت صغيرين. حلو قوي. اللهم صل على النبي. السمك الفيليه عندنا، قشر بياض أهو زي الفل. قشر البياض ده في أي سوق، في أي مقاديره على الشاشة. طيب جيبوا لي السمكة يا شباب، أهي حطها في الأرض أهي. سمك فيليه قشر بياض حلو، معانا زعتر، معانا روزماري،
معانا زبده، معانا زيت زيتون، معلقتين دقيق، البهارات بتاعتنا لطيفه. الاكله دي بارئه من الكمون والكزبره، بارئه من الكمون والكزبره. هناخد السمك كده زي ما هو زي الفل. السمكه كده هي طبيعي ربنا خلق لها كده، ما كانت تتقطع منها. الحز اللي في النص ده كده زي الفل، بنقطعه جزر صغيره كده بالشكل ده كده، نفس القصه بنتبله تتبيله لطيفه كده وسهله. تتبيلتنا يا عم الشيف، فص ثوم ينزل عليها كده صغير، سنه شبت صغيره، معانا زيت زيتون. لا كلام كبير قوي، قاعده المغذي بتقول الماده الدهنيه في البانيه ممنوعه، اما لاي ماده دهنيه في مشويات مفيش اي مشكله. تاني ايه هي؟ حط له الروزماري ده كده على الوش. طيب هناخد الفيليه زي ما هو كده. التتبيله دي فيها زيت زيتون، فيها ثوم، وعند الطاسة على النار اخبارها ايه؟ زي ما هي كده اهي. ايه يا ويلي؟ زي ما هي كده اهي. سمك فيليه مشوي بالزبدة والليمون، فين الزبدة يا مغازي؟ اصبر على رزقك شوي. تمام زي الفل، نخلي الخلطة دي معانا زي ما هي كده، عايزها أنا. مهم جدا لما أنا أجي أعمل أكلة زي دي كده أو اختراع يعني، أحط في الاعتبار في حاجات كتيرة ممكن تحصل معايا. حلو؟ إيه هي بقى؟ خلينا هنا. الرنجة هي بطبيعة حالها الرنجة، السردين، سمك المكرونة، سمك المكريل، في زفارة كلنا عارفين. ولكن إيه المانع إن أنا أتعامل معاه بشوية ذكاء؟ الرنجة أنا خدتها، خدت الرز بتاعتها اللي الزفارة راكنة فيها والبهريز نازل فيه، خدتها على طاسة بمعلقة زيت، خدت البهريز ركنته على جنب، شربنا بيه الخبزة وحطيناها في صينية. الفرن هنا ملوش علاقة خالص بالمشوي، هو الفرن بس درجة حرارة بتدورها فيه، مفيهوش أي زفارة، لأن أنا شلت بط الرنجاية، معايا بالشكل ده كده. نيجي للبهريز اللي معانا ده كده، بنجيب طاسة صغيرة. حلو، بحط الطاسة دي كده على النار. ومعانا من الزبدة مكعبات، عايز أعمل الصوص بتاع السمك. دي زبدة أهي، وحط على الزبدة دي يا عم الشيف. هتقولي لي زبدة كتير، هو السمكة دي روحها الزبدة. وأدي زعتر على الزبدة. حلو، وشوية ريحان أخضر كده على الزبدة، وعصير. ما تستنيش لما الزبدة تسيح، عشان الزبدة لو ساحت هتسود الطاسة وهي هتسود. ونحط الليمون على الزبدة بالشكل ده كده. حلو، ونجيب بولة صغيرة فيها معلقة نشا صغيرة مع الكريمة اللباني عشان يديني قوام. احنا بنصنع الصوص اللي احنا بنتفرج عليه في المطاعم دلوقتي مع بعض. معانا معلقة نشا مع معلقة مستردة، دي كفايه لان الكريمه اللباني لها قوام. بحط المستردة على الخلطه دي كده زي ما انا شغالها، بحط الكريمه اللباني واقلب دول كده مع بعض، كريمه لباني، معلقه نشا، معلقه مستردة، ادتني اللون الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده. الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره. بشيل الحاجات دي كده على جنب، باخد شويه فلفل اسود كده في طريقي وانا ماشي، واقلب دول كده مع بعض. هي دي الصلصه بتاعتي. بس الزبده اللي على النار تسيح دلوقتي حالا، بنزل بالخليط ده. ركزي معايا في التركايه، هي دي التركايه. البهريز ده ينزل في قلب الكريمه زي الفل يا عم الشيف. هنقلب دول كده مع بعض. اخبار الزبده هنا ايه؟ بص عليها كده مخرجنا اساتذه المصورين حبايبي. القوام بتاعي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شفت الصلصه دي بقى؟ دي موسوعه خبره طهويه، زبده وليمون على النار، ساحه الزبده في قلب الليمون. حلو الكلام؟ نزلت عليها بالكريمه اللباني مخروطه معلقتين نشا، بقيه التتبيله اللي تبلت فيها السمك، معلقه مستردة، ملح وفلفل، كل دول مع بعضيهم. واسيبهم على نار هاديه
لغايه لما السمك بتاعي ربنا يكرمنا والنار تقوم بيه ويتشوي. تنزل الصلصه دي على السمك المشوي غلوه ونشيله من النار، نقدمه جنب طبق المكرونه اللي احنا غارفينه وجاهز معانا اهو زي الفل. طيب اخبار الزبده ايه؟ اخبار الزبده ايه؟ نقلب السمك ده مع بعض كده ونشوفه اخباره ايه اهو. اللهم صل على النبي. سمك فيليه مشوي بالزبده والليمون. نسيبه على النار بالشكل ده كده، التتبيله بتاعته. الخلطه اخبارها ايه؟ الله الله، تركايه حلوه بقى مش شيف المغازي من التركات بتاعته الحلوه. عندنا ميه سلق هنا بناخد منها شويه في قلبيها، ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. يعني عايز تخليها صوص خفيف. دي ميه سلق مكرونه حلو. طعمه رهيب، المستردة مع الكريمه اللباني بتودينا في مكان تاني خالص. سمعنا الصوت ده؟ الصوت ده يجوع. عينيه اهو زي الفل. شايف القوام ده كده؟ بص عليه، بص على الصلصه الحلوه دي كده. تاني، ايه المدرسه دي؟ المدرسه دي بتقول كريمه لباني، البهريز اللي انا تبلت بيه السمك قبل ما اشويه، حطيت عليه معلقتين من النشا عشان يديني القوام ده زي ما هو كده اهو زي الفل. اوعى تحطي ليمون هنا، اللي لو حطيتي ليمون على الصلصه دي هتبوظ منك الاكله، هتقطع منك الصوص بتاعنا. ناخد الطبق الحلو ده كده، دي شكل سمكه تستاهل ان احنا نغرف فيها السمك بتاعنا. اللهم صل على النبي. السمك جاهز هنا اهو، الصلصه بتاعته. الله، شفت السمك الفيليه قشره بياض بيستوي جاهز زي الفل. لسه ما خلصتش، هعمل تركايه دلوقتي خبره طهويه. البهريز اللي نازل مش شوي، على فين ده بقى يروح؟ على فين يا عم الشيف؟ لحظه واحده بس ناخده زي ما هو كده ركزي معايا. التركايه يلا يلا، هنا يا شباب، هنا يا شباب هنا المطبخ اللهم صل على النبي. مكان تحمير السمك تقليبه. يا ويلي يا ويلي، هو ده مكان التحمير بتاع السمك ده، موضوع تاني. التقليبه دي كويسه على فين؟ على وش السمك بتاعنا المشوي. معانا فلفل بقى وطماطم مشويين، بناخدهم بنروق بيهم عليهم على الايه؟ على المشوي بتاعنا. يلا اللهم صل على النبي. سمك فيليه مشوي بالزبده والليمون، وشفنا صلصه الزبده اتعملت ازاي. ما نكترش اكتر من كده عشان تفاصيل السمك يبان، ده الطبيعي. يا نعم. هنعمل حاجه حلوه دلوقتي مع بعض. ايه هي؟ معانا شويه خضار مشويين، عاجبني شكلهم قوي على فكره. باخد الخضار ده كده، ده فلفل اهو، شفت الجو ده كده، ودي طماطم مشويه اهو. الحاجات دي حلوه قوي على فكره، بتنطق الطبق، بترسمه من الاخر بالشكل ده كده. فلفل مشوي زي ما هو صغير، ده هتلاقيه عند بتاع الخضار مش هتغلبي فيه زي الفل. وبلدي انا، في اسمه فلفل بلدي. يا نعم. يلا حاضر. عايزين نشوف اسم للبطيخ ده، لكن بصراحه المشروب عجبني جدا. حط اقول يا رب اسميه ايه اسميه ايه؟ قلت ايه المشكله لما اشارك الجمهور معايا بكره، كل اللي بيتابعوني طبعا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، وهم يقولوا الاسم من خلال السوشيال ميديا. ربنا كرمنا وحد اتصل وقال مفيش اي مشكله، بس خلونا نشوف الايه؟ المكونات بتاعته. حلو الكلام؟ حلو الكلام.